Donc اليوم تلامينا الناس الكل باش نعملوا لانسمون نوفو برودوي ايرو برودوي بتاعنا اللي هو الرينو دي فوا زوم. السيري هذه جينا بعد السيري الاف 11. رينو يتميز بالاكران بانوراميك بتاعه اللي اكران كبيره برشا تعطيك 6.6 بوس. جينا زاد بكورنينغ غوريلا جلاس باش تليفون يكون ريزيستون للي شوك وكل شيء. نحكيو قبل الباتري عندنا تكنولوجي فوك اللي هي بروبر اوبو تكنولوجي فوك. جينا بالفيرسيون الاخرانيه 3.0 اللي هي فلاش تشارج اللي تخلي التليفون ما يسخنش. سا باتري دو 4065 ملي امبير اور اللي تعطيك اوتونومي دو باتري كبيره برشا تخلي التيليزاتور يستعمل التليفون توت لا جورني من غير حتى قلق. دونك اهم حاجه نلقاوها في السيري رينو اللي هو لي كاميرا لي موديول دو كاميرا تاعو اللي هما 3 كاميرا دو 8 13 48 ميجا بيكسل. الثلاث كاميرا يعطيوك بيرفورمانس فوتوغرافيك ياسر مزيانه. لي 3 كاميرا يخدموا مع بعضهم باش يعطيوك اونوفرتور دو 16 ملم على 160 ملم باش يعطيونا ديما بيرفورمانس طياله برشا ويخليو ليوتيليزاتور فرحان بالكاميرا تاعو من غير ما يستعمل حتى كاميرا بروفيسيونيل. نلقاو زاد عندنا في الكاميرا الالترا نايت مود اللي شفناه في الاف 11. الالترا نايت مود اللي يفاسيليتي ليوتيليزاتور باش يصور في الليل مع شويه ضوء تنجم تصور ياسر مزيانين دي كولور فيف وتصور ياسر نات. البري صار باش يكون 2599 دينار تونيزيان. بري كونسيي 2599 دينار تونيزيان.